شلونكم اليوم؟ عندنا قصة جديدة. هسه الأم جات تحط مكياج تمكيج، بعدين حطت حمرة، بعدين أول، بعدين ثاني شي حطت هاي مال عيون، وبعدين هسه هي أيشادو العيون. احنا اخترينا الألوان إلها، بعدين حطت الأيشادو. تختار أي لون ما عرفت، اخترت اللون بنفسجي، اخترت اللون بنفسجي حطيته، وبعدين خلصت وحطت حمرة من ما عجبتها الحمرة ذيك، بعدين خلصت وحطت صباغي، حطت عطر. تحبون المناكير اللون اللي تيدون يا هو لون بنفسجي، لون الوردي، لون البنك، يا هو تيجونه. فهسه هي راح تبدل وتروح السوق تشتري اشياء مال اكل. بعدين هسه هي شافت يما ملابس مو حلوات وقرت عنهن. بعدين هسه راح على الملابس الحلوة. بعدين هسه تدور على الملابس الهم إلها. بعدين هي لبست وخلصت. بعدين ها هي لبست وخلصت، راح تروح ويا زوجها للهاية، وبنيها نايم، راح تروح للسوبر ماركت. راحت على السوبر ماركت هي زوجها بدل وخلص. راح تروح هي وزوجها على هاي ما الصباغي وهذا، حتروح عليهم. بعدين خلص مطلعة، رجع من البيت بقم بس أولادهم وبناتهم والطفل ينادهم. عندهم طفل بنية وطفلة صغيرونة. طفلة هنا الأم ترتب قبل لا يروحون السوق. ويشترون أغراض البيت. بعدين هسه هي جات مشط. بعدين خلصت تمشيط. ياخذون أشياء، حلويات، ملابس، حليب، أكل، شيء، حذاء، ملابس. هسه هي راح تروحون للسيارة، يفوتون بالسيارة تايروحون. هسه جيرانهم فيجي يفوتون بالسيارة. بعدين الأب صعد بالسيارة والأم صعدت بالسيارة، صعدوا اثنيناتهم ياخذون جيرانهم وياهم. بعدين هسه البنية أخت أخوانهم، هم عندهم أخوان، هم أخوان كليتهم. هسه البنية الصغيرة صعدت وياها. بعدين هسه الولد الصغير صعد. بعدين صعدهم كليتهم. بعدين خلصهم سدموا الباب وراهم وراحم باي. العائلة الكبيرة يقول لكم باي من يرجعون السوق. ياخذون أغراض للمدرسة. انتم أخذتوا اشتروا أغراض للمدرسة، عم يسجلون بالمدرسة. هسه هم ناموا، عم يقعدون من الصبح تيروحون للمدرسة. يصيرون شطار وتعلمون الكلام، تعلمون الأكلام، تعلمون أشياء حلوة بالمدرسة. وهم اشتروا أغراض للمدرسة، الصبح راح يلبسوها. بعدين قعدوا من الصبح صارت الصبح راح يبدلون لأن هذين الملابس ناموا بيه، راح يبدلون. بعدين بدلهم وخلصهم ونزلهم جوه
يروح الأب للشغل، الأطفال يروحون للمدرسة، يقعدون الصبح يبدلون الأطفال تا يروحون للمدرسة، والأب والأم قاعدين تا يبدلون توح، تا هي الأم تروح على، هي المديرة تروح على مدرسة، على مدرسة الأولاد، هي مديرة مالتهم. بعدين والأب شغل، والأب يروح على هاي المدرسة، هم يروح على المدرسة، على مدرسة، على مدرسة، هو مدرسة غير، وصل الأولاد. بعدين يروح للشغل، وصل أولادهم، خلص اليوم راح ينامون، خلص اليوم راح ينامون، نامام. حط لايك واشتراك، باي. اكتبوا لي حكايات، احبكم يا اصدقائي، حطوا لايك واشتراك، باي.